أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يعمل في بعض المساجد بأن يقوم الإمام بأن يقوم المؤذن ويردد وراء الإمام، مثلا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المؤذن أو غيره ربنا ولك الحمد بصوت مرتفع، فهل هذا من السنة؟ على حسب الحاجة، إذا احتاجوا إلى التبليغ يبلغ واحد خلف الإمام كما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وهو مريض وجالس، كان أبو بكر يبلغ من خلفه تكبيرات الرسول صلى الله عليه وسلم. اتخاذ المبلغ هذا سنة عند الحاجة، أما إذا لم يحتج إليه فليس مشروعا. نعم.